عدد احبد مشياني تنكبس روحي هيك بداكم لله يرفضوني انا ما صابر عليكم جميع وانا ما صابر على باكم وانا ما صابر على عبد الرحمن وانا ما صابر على الشريف وانا ما صابر على العربي وانا ما صابر على فلسطين وان شاء الله نصر لفلسطين يرفضوني لله يرفضوني يرفضوني لله يرفضوني يرفضوني لله يرفضوني وغير خدوني خدوني أنا ما صبر اللي مشى وأنا ما صبر وأنا ما صبر على العربي وسيلسيل يا دم المغدور وسيلسيل يا دم المغدور وسيلسيل يا دم المغدور دم المغدور ما سلا فيه أنا مكوزور يا طعني من خلفي موت وحدايا غير خدوني إلا خدوني غير خدوني إلا خدوني غير خدوني إلا خدوني مسرح بن مسيك سيدي عثمان إثر فعاليات مهرجان الحال الدورة السابعة، وهذه الدورة السابعة هي تكريم للأغنية الحسانية في شخص الفنانة رشيدة طلال. أول شيء تحية كبيرة لجمعية أحفاد الغيوان لهذا الحس الوطني، من جهة ثانية تحية للجهة الداعمة وزارة الثقافة، وهذا التكريم بدوري أهديه لجميع الفنانين والفنانات اللي من الصحراء واللي يغنوا الأغنية الحسانية على أصولها. أول شيء الأغنية الحسانية هي أغنية نخبوية، لأنه عندها واحد النخبة هي اللي كتسمع لها من بينكم توما ضريك اللي اسمه، فهي يعني شلي نقول لك ضروري أنها تنزاد لها شوي من التقنيات، تنزاد لها شوي من اسمه باش تعود هذا يستقبلها الجمهور الثاني، جمهور الشعبي وجمهور الرأي، وما اللي هذا باش يعود عندها واحد الجمهور واسع، هذا هو اللي خلاها شوي تفقد ذيك الخاصية 100%. هي نزيد نوضح، انت قلت لي على ان الاغنية الحسانية ما تلات كتسمع، لا
الاغنيه الحسانيه مازالت كتسمع، ولكن كتسمعوها في واحد الاطار ثاني، دخلت عليها الات موسيقيه، دخلت عليها لانها كما قلت لك على انها اغنيه نخبويه اللي كانت كيصنطوا لها اغنيه تقليديه، عاد دريك في اغنيه عصريه، ذا هو اللي خلاها شويه كتنصهر في الاغاني الاخرى كالشعبي والراي. الاغنيه الحسانيه التقليديه مازالت موجوده عند اهلها، مازال اهلها يغنوها، مازال يعني مازال عندها ناسها اللي كتغنيها، لا هي مازالت حاضره والطرب الحساني مازال حاضر، ولكن الاغنيه الحسانيه اللي قلت لك دخلت عليها تحسين، دخلت عليها ما اللي نقول لك تحسينات، دخلت عليها هي اصلا هي محسن زينه من اصلها، يا غير دخلت عليها بعض هذا الالات، بعض الالحان شعبيه، وبعد هي اللي هذا احسن لها باش يعود عندها جمهور ملي كبير وجمهور واسع ويتقبلها ملي. اللي نقول للمغاربه كاملين كل سنه ومغربنا بخير، كل سنة وإحنا عرب وأمازيغ واحد وأيد واحدة تحت شعار واحد اللي هو الله الوطن الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم مجموعة أحفاد الغيوان وإدارة مهرجان الحال، محسن أبو زين مدير المهرجان اللي هو مهرجان الحال الدولي بالدار البيضاء في نسخته السابعة، احتفاء بالفن الحساني والفنانة الرائدة راشدة طلال الذي يعني تتقن الفن الصحراوي. فمن خلال شعار المهرجان وهو الفنون التراثية إبداع وإنسانية، كما صادفنا الدولتين الشقيقتين المملكة العربية السعودية، هناك شاعر يدعى الدكتور عبد الله الخضير والسيدة راشا محمد من سوريا، بالإضافة إلى أسماء وازنة كالشاب والفنان فريد غنام والفل الأمازيغي، بالإضافة إلى الفل العيساوي. فولله الحمد كما أنظرتم إلى اليوم الأول فكان شيقا ولله الحمد، وهذا سر النجاح بحضور إعلام يعني يلتقط هذا محتوى جيد لنشره عن طريق التواصل الاجتماعي، واتمنى ان تكون يعني اضافه اكثر فاكثر ان شاء الله. لذي لا انسى هذه المساله بان المهرجان بدعم وشراكه مع وزاره الشباب والثقافه والتواصل، واشكر جزيل الشكر السيد الوزير محمد المهدي بن سعيد، لولا السيد الوزير ما كانش غيكون هذا المهرجان، لان بخلوا علينا بعض الجهات المنتخبه كمجلس جهة الدار البيضاء ومجلس مدينة الدار البيضاء، ولكن تكلمنا معهم قال لك عطاونا أمل للدورات القادمة، فأتمنى أن يكون هذا الأمل يعني منه ماشي غير شفويا إن شاء الله.